السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معي مجدد في قناتي مطبخ عالم اميس. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم بعتم الصحه والعافيه. اقتراحي اليوم ان شاء الله غيكون عباره عن الغداء، غنشارك معكم الغديوه ديالنا ان شاء الله. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. نتوكلوا على بركه الله. اليوم انا وراجلي اليوم الحد خرجنا للسوق، مشينا للسوق الجمله ديال الخضره، ما خلاوش النساء يدخلوا، خلاو غير الرجال، علاش ما نعرف. المهم سوق جديد يلا حلو في طنجة ان شاء الله. دابا نخلي لكم ندير لكم فيديو عليه بوحديته، ولا انا غنشوف شنو كاين. وموراها قدامو كاين شويه ماشي بعيد عليه بزاف، كاين السوق ديال الحوت. حتى السوق ديال الحوت الجمله ما كيخليوش الناس عاديين يدخلوا ليه، ولكن ملي كتمشي لتما في الباب كتلقى كيبيعوا بالميكات. المهم مشيت اليوم لقيت غير هاد الكروفات الصغيوه، حيت ما كيما كتشوف كيتشاهدوا كيعيطوا عليه الكروفات ديال رينكون. ها هو هنا، بسم الله. غتقولي كتاكلي خضر غزال، يتكل خضر صراحه، ربع صفار ديال الحامض وشويه المعدنوس والحار، غزال طوب ديال الطوب. راه الناس اللي كيعرفوا الكوفيت راه كياكلوا خضر. باش تعرفوا الكوفيت انه طري، ملي كتحيدي وتاكلي كتلقاي المذاق ديالو حلو، سبحان الله المذاق ديالو حلو. المهم هنا عندي تقريبا، هذا دابا تقريبا اكثر من كيلو، هادشي اللي عطاني اكثر من كيلو، هادشي اللي عطاني، هادشي اللي قدر الله عليه. يعني تقريبا هذا عندي هنايا اكثر من كيلو، كيبيعوه بالبلاستيك. انا خديت جوج بلاستيكات، كل بلاستيكه كنبقى لي 30 درهم. كل شحال تخليهم ناخذ جوج قالي ب 25 درهم، يعني هذه 25 درهم. هذه بلاستيكه كامله وكانت عامره ثقيله، كان فيها اكثر من كيلو ونص وقيله. دابا تقريبا راه فيها واحد 600 حتى 700 غرام، هذه نقيه. المهم اليوم غندير معكم وصفه الغداء ديالي، اقتراحي للغداء. غندير لهم بيلبيل ان شاء الله، غناخذ الطويجين ديالنا كنديروها في الطويجن بيلبيل، ما كتبغيش ديرها في المقله ولا ديرها في شي حاجه. الطويجن كندير فيه زيت البلديه، ومن الاحسن زيت البلديه كتروها، راه صحيه مزيان وعاد مع الحوت. وبيلبيل كاين اللي كيديروا البصله، انا ما كنديرش البصله. عندي هنايا مطيشه، مطيشه ما حكيتهاش حيت مطيشه ملي كنحكوها كطلق لنا الماء بزاف، واخا تزيد لها الزيت شحال ما زدتي، واخا زدتيها ما كتحيدش. مطيشه مقطعها هنا عندي واحده بعض مطيشات، غنديرهم بحال هكا. المهم ان شاء الله غنشارك معكم الغديوه كامله باذن الله، بسيطه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. هنا عندي قصبه ومعدنوس مخلط، كنخلي واحد شويه. عندي جوج دريسات ديال الثومه، غنحكهم بحال هكا. كنا كنعرفوا ان الحوت كيتساوى مع الثومه، كتساوى مع الثومه، تسمح باش يبان لكم مزيان. وما فيهش العطريه بزاف باش كيبقى المذاق الكروفيت، كنبقاو محافظين على المذاق الكروفيت. عندي هنا شويه د البزار، عندي غير شويه كما شفتوا. الملحه غندير الملحه على حسب الملحه ديالكم واش كتملح ولا لا، وفي الاخر نذوقوا باش نحسنوا الذوق. غندير هنا الفلفله حمراء كامله، تقريبا واحد معلقه عامره الفلفله حمراء صغيره. وبالنسبه للحار على حسب الذوق غندير شويه. وبالنسبه لهاد الكروفيت نخلط بحال هكا، هذا غنردهم يطيبوا. يعني هاد الغداء الا كان عندك الكروفيت منقي، هاد الغداء اللي اليوم كندير راه كيوجد دغيا، غنرد هذا يطيب دغيا. غنغطي عليه باش تعرق لنا المطيشه وتطلق لنا وتطيب لنا دغيا، راه دغيا دغيا كتوجد. وبالنسبه للكروفيت غنشدو، غندير عليه واحد العصره ديال الحامض باش كيبقى لنا في المذاق ديالو. راكم عارفين الكروفيت غير غناميو وغنطفيو عليه، يعني ما كيبغيش يطيب بزاف بحال هكا. غنحركو شي واحد لطيف من التمالي بحال هكا باش كنعطيو ليه
الحامض ونخليه على جنب، نتلاقاو ان شاء الله باش نصايبوا لا صلاه ديالنا باذن الله. دابا ان شاء الله اخواتي من بعد ما طابنا الطواجين ديالنا ديال البلبل، دابا ان شاء الله ندوزوا للسلطه المرافقه. غنحتاجوا لهنا شويه المكوى مقطع رقيق بحال هكا كما كتشوفوا، غنحتاجوا لها شويه ديال الخيزو. انا غندير كلشي او ميم طون قدامكم. خيزو هكا حتى هو محكوك طويل. هذه هي الصلاه اللي كان النهار اللي قلت لكم غنديرها معكم ما بين تاع الحلاوه والملوحه. عندي هنا التفاح، والتفاح خصو يكون هذا الخضر هذا، ما خصوش يكون داك الصفا ولا الحمر، هذا الخضر هذا اللي كيتواتى مع لا سلطة. غنعصر عليه شويه د الحامض باش ما يكحلناش. انا راه كلشي وجدته قطعته باش ما ياخذش الوقت بزاف التوجد. غنزيدو عليه وحاجه اخرى، كنقطعوه بالقشره ديالو، ما كنزولوش له القشره ديالو، كنزولوهاش. عندي هنا الزبيب حتى هو راه مغسول ومقاد نقي، الزبيب ها هو. عندي هنا هذا نخليه الاخر. عندي هنا لي طوماط سوريز، وعندي هاد الفليفله الحلوه صفراويه حلوه. بالنسبه لي طوماط سوريز غنقسمهم على جوج بحال هكا، غنخليهم بحال هكا. وكاين هنا عندي الفلفله الصغيره، استسمح على هذا الصداع خارج عن ارادتي. كاين هذه الفلفله بحال هكا حتى هي غنقطعها. نقطعها بحال هكا، هذه الفلفله هذه زوينه بزاف، وكتكون فيها الخضره وكتكون فيها الحمراء وكتكون فيها اللي في الصفر. انا تلاقيت غير هذه اللي في الصفر. دابا ان شاء الله غنزيد نكمل نقطعها. انا راني قطعت بيد ما حيدوا داك الجيمان كيتقوى شي حاجه. المهم هنا ولا لقيتوا الخضره صغيره والحمراء حتى هما كيجيو زوين بزاف. نولف وليداتنا ياكلهم راه حيت حلوه هي كتكون حلوه. هنا عندي شويه ديال المعدنوس حتى هو كل ما كتانا منه كل ما راه صحي مزيان. هذه بالنسبه لهاد لا سلطه، هذه يستافدوا منها حتى الناس ديال الكيتو دايت، ما يديرولهاش غير التفاح والزبيب ما يديروش. دابا ان شاء الله هنا عندي غندير شويه الملحه، اكيد شويه الملحه. كيما قلت لكم الناس الكيتو دايت يحيدوا خيزو، حيت كاين الكيتو دايت كتنفع كينفع معاه خيزو، كاين اللي لا. شويه ديال البزار بحال هكا، صدقوني كتجي لذيذه. غندير هنايا عندي معلقه عامره ديال المايونيز ونص معلقه ديال لاموطارد. انا غنصيز المعلقه ديال لاموطارد كما كتشوفوا. أول ما خليته هو الاخراني، نخلط هاد المكونات تتنسجم ليا مزيان. عاد نضيف واحد العصره ديال الحامض، هادي بالنسبه للناس اللي كيمشيو ياخذوها في لي بلي غون سيرفاس لي ريستو الكبار، راه كتكون بالثمن هادي حتى هي. وكيديروا فيها حتى طايفه د لافوكا. انا غنخلط بيد ما يكمل هاد الصداع ونتلاقاو ان شاء الله. دابا ان شاء الله من بعد ما خلطتها مزيان غنزيد لها طايفه الفرماج. هادو يكون فرماج ديال ايدام اولا فرماج روج اولا غودا، ما ماشي يعني فرماج الاكل. نخلطو بحال هكا ان شاء الله. انا غنوجد وداز معاهم واحد الفخيط، داز معاهم حتى لي فخيط، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي الغديوه ديالنا اليوم ان شاء الله. كنتمنى انكم تقبلوا عليها.
خواتي، كان هذا هو التقديم النهائي للطبق ديالنا اليوم. بيلبيل كيجي على هذا الشكل، راه كيجي واقف ما فيهش الماء نهائيا، غير الزويته شويه زويته وصافي. ولا صلاه ديالنا ها هي كيفاش كتجي. قدمتها خليت شويه الكروفات، ها هو كيفاش كيجي. شديتو درت له شويه الزبده، كبيت الكروفات فيه، درت له شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الثومه والملحه وشويه السودانيه وعصره الحامض. ديتو جبتو في ديك الزبيده راه دغيا كيوجد، وحطيتو حتى هو مع لي فخيت للدراري. راه باقي واحد الطبسيل عامر ليه. نوريكم شويه، تشوفوا الطوجين ديالنا ها هو راه كيجي ناشف، كيجي غزال. هذه شويه ديال الحال، وهذا الحامض مصيف درت معاه شويه ديال الهريسه اللي كنت وجدت معكم خضره. وهذه لا صلاة ديالنا هنايا، شديت الكروفيطات عندي ديجا كانوا عندي، دوزتهم حتى هما في زبيده، حيت الكروفيط اللي جبت اليوم غير صغيور، هذا كروفيط كبير. ها لا صلاة ديالنا كيفاش كتجي. وكانت هذه هي الغديوه ديالنا اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، والى وصفه مقبله او اقتراح او دابا نشارك معكم الغداء ديالنا اليوم الحد ان شاء الله الا بغى الله. اللي عجبو الفيديو اكيد ما ينسانيش من التعليق اللي كتفرح القلب ديالي ومن لايك، واللي كيزور قناتي اول مره فهاد لاميسا امان ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. هذه غديوه بسيطه انا اقترحتها معكم، ان شاء الله عندكم افكار اخرى باذن الله. علاش لا نهار الحد ولا الايام العاديه كنحيو شنو غنديروا، الا خطانا الطاجين كنتلفوا. المهم هذا الاقتراح ديالي، وشكرا لكم والسلام عليكم، والى وصفه مقبله ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم ام مسك.